لهيك انت لازم تسمعي، واصلا ماني خسران شيء. بعد كل شيء سوا فينا، انا مو قدرانه لهلا الاقي مبرر صغير لسامحه. بكره لما تشوفي شهاده ابره قدامك ما رح تسالي عن اي مبرر، ورح تندمي، ورح تقولي يا ريت سمعته. وبتعرفي شو هو الأسوأ؟ إنه ما عاد تقولي كلمة بابا، وهذا الشعور كتير صعب. وللأسف طبعاً لما تخسريه رح تعرفي قيمته، بس بيكون تأخر الوقت. أنا بصعوبة لقدرت إني سامحه، وخلافنا كان لأسباب تافهة كتير، وأنا وقت خسرته ندمت على كل كلمة غلط حاكيها، وعلى كل لحظة ضايقته فيها وزعلته. أهلين أسيل، كيفك؟ منيح. وأنتي؟ أي طبعاً، أنا رح أبعت لك عنوان الشركة بمسج، وهنيك بشوفك. مع السلامة. صراحة ما عندي ولا ذكرى حلوة معه إياد، لهيك يمكن وضعي بيختلف عن وضعك، وما رح أقدر سامحه. أحياناً الحياة تاخد مننا شي لتعطينا الأغلى منه. خلينا نطفي موبايلاتنا ونبعد أنا وياكي عن المشاكل والشغل، شو موافقة؟ Söz yetmiyor böyle anlarda, çıkamıyor tenhalarından. Anlamak ister sanıyor aldanıyor, uzaklaş korkularından. Söz yetmiyor böyle anlarda, çıkamıyor tenhalarından. Anlamak ister sanıyor aldanıyor, uzaklaş korkularından. Süzülmek mi gerekiyor aşkın eleğinden? Hep bir engel, bin engel yüreğinden. Susuyor sanıyor gönül, ferman dinlemez. Bastırırlar pişmanlık tam arkanda, yüreğin bir daha küçülemez. Susuyor sanıyor gönül, ferman dinlemez. Bastırırlar pişmanlık tam arkanda, yüreğin bir daha küçülemez. Söz yetmiyor böyle anlarda, çıkamıyor tenhalarından. Anlamak ister sanıyor aldanıyor, uzaklaş korkularından. Süzülmek mi gerekiyor aşkın eleğinden? Hep bir engel, bin engel yüreğinden. Sanıyor gönül, ferman dinlemez. Bastı.
hatırlar pişmanlık tam arkanda. Yüreğin bir daha küçülemez. ايه انسه بتول؟ بعتي وراي وهي اجيت، شو القصة احكي؟ أنا فكرت باللي قلته وطلع معك حق، وحكيت مع بابا كمان، ومن اليوم ورايح رح صير أدفع أجرة البيت يلي قاعدة فيه وحتى مصاريف دراستي علي، يعني بالمختصر رح صير أعتمد على حالي. إيه شبك؟ حتى بابا طلع فيني نفس هاي النظرة. شو يعني أمير أنت مستقل فيني؟ أنا ما حكيت شي أبدا. وليش لحتى ما تحكي؟ طيب هلأ بدي أسألك سؤال، أنت ركبتي بحياتك باص أو ميكرو صغير مثلاً؟ وخاصة وقت طلعت الموظفين؟ لك إيه صح، يا لطيف العجقة. إيه بس بجربها وبتعود مع الوقت، ما عندي أي مشكلة يعني، مو صعبة. طيب أنت شي مرة فاصلتي بياع على السعر؟ لا، بس فكرك أنا ما بقدر؟ مسكين، معناتها أمير أنت لهلأ ما بتعرفني. ليك أنا رح أثبت لك أني بقدر كون قد حالي وبتشوف. بتول؟ كنت عم فكر أقول لحالي إنه نحن بحاجة لمديرة علاقات عامة، شو رأيك تشتغلي عنا هون؟ يسلموا يا عمري، لا أنا لازم بلش وأشتغل من الصفر، يعني ما بدي أكون إدارية، بدي أطلع السلم درجة درجة. من الصفر؟ بتول نحن بالحقيقة لازمنا حدا بالمطبخ للجلي، بس ما بظن هي الشغلة تواتيكي، ما هيك؟ لا منيحة كتير. شو جنيتي انتي؟ ايه طبعا، هذا مطلوب، واعتبارا من بكرة ما في بقعة مستعصية رح تقدر توقف بوشي، ورح أرجيكم كلكم. لا تطلع فيني هيك وتحسسني انك شفقان علي. انتي رح تعملي كل هالشي كرمالي صح ولا لا؟ لا مو كرمالك، معقول اعمل كل هالشي مشانك انت؟ بس ايه ما رح كذب عليك ابدا، انت اثرت فيني شوي وبقراراتي. مركزك صعب كتير، كرة القدم لعبة جماعية ابني، بس الحارس وحيد فيها ومسؤوليته كبيرة. يعني اسمع لك، أحياناً أنت بتشرد بوقت المباراة وكمان ردود أفعالك بتكون ضعيفة شوي، بس بشكل عام أدائك بالملعب ما علي حكي أبداً. وأنت شو اللي عرفك؟ بصراحة أنا تقريباً حضران كل مبارياتك، بس ولا مرة تجرأت إجي وإحكي معك. ليك كنت بتمنى إجي وإهديك هدول بالملعب شوفهم. هدول كفوف ريتشبرت بابا. يعني أنت من معجبينه؟ إيه أنا معجب فيه، وهو رفيقي كمان. رفيقك إلك؟ معقول في حدا قدامي بيعرف الأسطورة ريتش بيرد؟ وهذا الحدا بيكون كمل. إيه بيكون أبوك. أنا رفيقي الحارس الأسطورة ريتش بيرد، بس أنا بظن بعد فترة مو طويلة أبداً الناس رح يقولوا هذا أبو الحارس المشهور تيم آجار. ريتش بيرد بيعتبر هالكفوف جابوا له الحظ وهلأ صاروا إلك. شكراً كتير بابا. الشكر إلك يا روحي ابني. حبيب قلبي يلا بسرعة على التمرين. إذا بدك بس تكون فاضي تعال عندي عالنادي مشان تحكي لرفقاتي عن الحارس ريتش بيرد. بيجي تكرم. وأنا كتير حابب ناخد صورة مع بعض بابا، أنا وإنت وماما.
هو كان لنا كم صورة مع بعض بس كلهم ضايعين. طيب تعالي أمي. قرب بابا. خلي إيدك بالنص بعدين بيصير في زاوية فاضية وما بتطلع حلوة. خليها بالنص. أنت لا تقلقي أمي. حلوة كتير. أنا رايح إذا قدرت الحقني بعد شوي. إيه أكيد بحاول. الله معك. باي ماما. على مهلك. أنت منيح؟ إيه منيح. هاتي عنك. في خربطة بالوراق. هدول مو إلك. لازم فتون خانم اللي توقع. إيه بس فتون مانا هون. يظهر نسيتني بس مو مشكلة. رنيم دينجر شريكة بالشغل. آسف كتير مدام. التعليمات اللي وجه لي إياها سهيل بيك واضحة. يا أستاذ شكلك ما عم تفهم علي. أنا اللي حصة ومديرة بالشركة هون. معك حق. أنا ماني مطلع على هاي التفاصيل. تفضلي شوفي اسم فتون المذكور بهاي الورقة. إيه والله نفخت لنا قلبنا بهالحكي تبعك. يا محلى نقل أولاد الصغار قدام عنادك هاد. أستاذ هاي مؤسسة مكونة من سيسا ودينجر مو ماركة فتون آجار للبالي. عروة بعتذر منك مدام. وأنا بعتذر لأنه الأوامر واضحة. الشخص اللي مسمح له يوقع هو الآن سيفتون آجار. من مين الأمر؟ من سهيل أتمان. مو مشكلة بس تلاقي الآن سيفتون تاخذ التوقيع منا. تفضل. ولازم تختار يا ريما يا عيلتك. فكر منيح. شفت بعينك وبتعرف شو صار فينا بسببها. أصلاً ما حدا متضرر غير أنا وياك. عم ننتقل من محل مونيكا لمحل رنيم. شو زنبنا عروة؟ شو بدك مجد؟ مرحبا ريما كيفك؟ ليك بدي أحكي معك بموضوع. ممكن شوفك؟ لا ما بقدر. ليش؟ مالك فاضية يعني؟ بنوب. لأنه أنا بصراحة أخذت قراري وخلص ماني ناوية أتراجع عنه. أي قرار؟ ليك أهلك أنا ما عم أقدر أتحملهم. وبدي منك تحترم قراري لو سمحت مجد. إيه بس ريما مجد ليك أنا بحبك كتير وما عندي أغلى منك وساق بهالشي. بس أهلك عم يفرقونا عن بعض وأنا ما فيني أضغط عليك وخيرك بيني وبين عائلتك. ولا تنسى رفضوني. بالنهاية بيضلوا أهلك. ما بدي إزعجك. لهالسبب أنا رح أنسحب. خلص خلينا ننهي هالعلاقة هلأ. أنا لازم سكر لأني تعبانة شوي. ريما لا كتير هيك. أنا عن جد تعبت. خلصنا بقى مجد. شو بك؟ عن جد فظيعة. تاخدي المرتبة الأولى بالخبسن وأنا بعطيكي شهادة خبرة بالتمثيل. عادي كلنا منعصب شباب ومنعمل أكتر من هيك كمان. يا ريت تسمحولي أحكي لكم سبب زيارتي بدون مقدمات. يعني أنتو كشركة ما بعرف إذا بيهمكم الموضوع بس مشروعنا عبارة عن ملجأ للحيوانات. أنا آسف. ما بدي تفهميني غلط بس شركتنا ما بتستلم مشاريع صغيرة لأنه نحنا يعني المشروع مانو صغير. يعني على القليلة نحنا بدنا شي 50 ملجأ وإذا وافقتوا تستلموه فيكن طبعاً تقبضوا الدفعة الأولى سلف. وهذا الملف بالتفصيل فيك تطلع عليه إذا بتحب. كيف الكلب يلي بلا اسم إياد؟ منيح؟ بتصدقي إنه عم بيسليني كتير؟
معك حق، وخاصة لما الواحد بيكون عايش لحاله. دير بالك، على فكرة العين عليك. والله يا إياد هالمشروع مبين كبير وميزانيته كبيرة، طلع عليه. شركة كبيرة قاعدة عم تستنى توقيعك أنسة فتون، وأنتي مو فرقانة معك، وفوق منا رحتي سكرتي موبايلك. وحدة بمنصبك هاد ما لازم ينطفى موبايلها نهائياً. كان المفروض نقبض اليوم، وهلأ بسببك تأجلت القصة 3 أيام. بتعرفي هالحكي شو معناته؟ إنه كل رواتب اللي عم يشتغلوا هون رح يتأخروا 3 أيام. وليش؟ لأنه الأنسة فتون ما شرفت على الشغل. رنيم خانم، أنا عن جد بعتذر، يعني بتمنى تسامحوني، وبوعدكن ما بقى تنعاد أبداً، ورح أعمل كل جهدي ما كرر هالقصة. يا ريت تضبطي أمورك بأسرع وقت. هي معها حق، وينك مو مبينة؟ لا عم تحضري اجتماعات، ولا عم تحضري دروس اللغة الإيطالية بنوب، والموسم الشتوي على البواب، وأنت ولا على بالك. لك حتى هلأ ماني حاسستك معي أبداً. خير، شو صاير معك؟ ما في شي مهم سينيورا. بس وشك ما عم يقول هيك أبداً. روحي حلي مشاكلك بسرعة. في مثل إيطالي بيقلك ما في داعي تروحي على الشغل إذا عقلك مو معك وبمكان تاني. يلا روحي. حاضر سينيورا. لساتك متذكرة؟ وقت كنتي صغيرة كنتي تعدي تطقطقي بالكنادر تبعاتي، وتوقفي بالصالون وتنادي لي أمي تعي شوفي أنا صرت عروس هلأ، وأجي ركض لعندك أحملك وبوسك وقلك يا أحلى عروس طالعة بتاخدي العقل. وبس كنت أسألك مين هو عريسك كنتي تعطيني مواصفات شخص بيشبه أبوكي. أمي. أي حبيبتي، أنت كيف قدرتي تسامحي؟ يعني هو ببساطة راح وتركنا ومشي وكرمال غيرك. ليش أنا سامحته؟ مالي عرفان يوصل لك يلي حسيت فيه. باللحظة يلي كنت رح قلعه لبرا شفت بين كيف واقف عم يتطلع بأبوه. وكيف اتطلع بأبوه؟ كان عم يتأمله وكأنه كان حابب يحفظ ملامح وشه قبل ما يروح، خايف ما يشوفه مرة تانية. بعد ما تركنا أبوكي وراح كل شي بخصه من تيابه وصوره كبيتهم وحرقتهم وهالشي قدامك تيم، صار له سنين ما شاف أبوه. أصلاً قديش كان عمره وقت تركه؟ قلك شو هي أمنية حياته؟ قال لي بتمنى لو شفت أبي لو مرة واحدة بس. وقت حرق لي قلبي من جوا. الواحد منا بس يكون معصب ما بيعود يشوف قدامه، وهاد يلي صار. يعني صح بكرهه بعد اللي عمله فينا، بس هو بالنهاية كان زوجي وانتو ولاده، وما فينا نهرب من هالحقيقة، وما بدي أحرمكن منه. مستحيل أحرم تيم من إنه يشوف أبوه. انتي بترضيها؟ هاي أبوكي عايش وانتي مانك قبلانة تشوفي. لهيك سامحتي على اللي عمله؟ لا، بس أنا وكمال حكينا مع بعض، وفي عندي أسباب تانية، بس لحتى تفهمي هاي الأسباب لازم تكوني أم بالأول. مشان الله، أنا ماني حابة أسمع أي شي عن أبي بنوب. بعرف، بس اسمعي مني وتعالي، تعالي قضي هالكم يوم مع أبوكي وما رح تخسري شي.
مشان أخوكي، يعني بالوقت يلي بيرجع له فيه أبوه بعد كل هالسنين بده يخسر أخته بالبيت. أمي كرمال يرجعي. يلا بدي أخذك مشوار يمكن يأثر فيكي ويساعدك لتاخدي قرارك. يلا تعي. أمي الله يوفقك، لا تضغطي علي أكتر من هيك. أصلاً أنا حاقدة عليه لأنه هو أذاكي لإلك أنتي، فهميني. امشي تعي. اهدى اهدى ابني، ولا تزعل أبداً، لا تزعل. ليك وقت أنا كنت بعمرك كنت ألعب، يعني فيك تقول إني شبه محترف. من رقدة اللاعب لازم تعرف على أي جهة رح يسدد، ماشي؟ بس إذا كان هاللاعب محترف مثلي أنا يعني رح يحاول إنه يخدعك، رح يشوط بالعكس. مشان هيك دائماً تركيزك على الطابة، ماشي؟ عيونك على طول مفتحة، ساعتها بتلقط الجهة يلي رح يشوط عليها. أصحك أصحك تبادر قبله، تستنى لا يشوط، ماشي؟ حاضر بابا. هاتا جاهز؟ جاهز. برافو عليك، شفت أنا كيف صديته؟ هذا هو ابن البطل. يلا ابني، برافو عليك، برافو. يلا شوفي أخوكي تيم قديش مبسوط. أنا ماني حابة أحرمه من هالسعادة. ارجعي على البيت بنتي، أصلاً هو جاي لعنا زيارة ورح يمشي. برافو هيك ها. يلا هاي كمان رجعت صديتها. برافو. هلا هاتي لشوف شو قررتي. برافو. فتون هالمرة اسمعي مني وارجعي على البيت. خلاص أنا أخذت قراري أمي. مرحبا. أهلين، أنا برهان أويار. تشرف. حكيتوا معي من شوي. أهلا وسهلا. نحن منعتذر كتير أستاذ، اضطرينا نتصل لأنه بالزور لحتى هديناه، عمل مشكلة كبيرة. لو ما كان هو زبون قديم عنا كان لنا تصرف تاني معه. ليك وقاعد هنيك. مجد ابني. شبك لك مجد؟ شبك اهدى شوي، شو صاير لك أنت؟ خلص تكوني بحالي. ابني شو عم تعمل بحالك؟ أعطونا معقم بالله. لك اياد شو جابك انت؟ روح من هون، روح. فهمني ليش عم تعمل هيك مجد؟ بابا ما عم بقدر انسى ريما بنوب ومالي قدران اتخلى عنكم. لك شو بدي اعمل بحالي؟ طيب مثل ما بدك بصير ولا يهمك. انا بحبكم كثير بابا، انت واختي بتول، وبحب ريما كمان، بس انتو طلعتوا ما بتحبوا بعضكم. شو ساوي انا؟ شو عمي؟ والله ماني عارفان. طيب خلاص كل شي رح ينحل. رح اعمل اللي بدك اياه. بتعرفي بشو عم فكر؟ بدي مت سجادة على الارض هون، وكمان بدي حط مكتبة بهديك الزاوية، وعلى الرفوف بدي صف كل شي كتب بتخطر ببالي، وبدي علق لوحة على الحيط، ما بصير أحلى؟ شو رأيك؟ إيه فتون؟ كلياتنا منعرف إنك عشقانة إياد، بس أنتوا الاثنين قاعدين عم تلعبوا لعبة الرفقات.
شفتي هي أبوك رجع بعد هالسنين الطويلة لعندكم، ولأنك مزعوجة من حبيبك حضرتك ما بدك تعطيه فرصة، وبعدين بتعدي وبتقلبي وشك بخلقتي وخدي على دموع وبتعملي لي فيلم تراجيدي هون. كتر خيرك بتول، هلأ طلعت أنا الغلطانة ما؟ لا حبيبتي مو هيك قصدت بنوب، بس الدنيا مليانة ناس وكلهم عندهم مشاكل، ما وقفت عليكي. شو بصير إذا بتقربي شوي من أبوكي يلي جاي لحتى يشوفك؟ قولي أنت شو بتخسري؟ شو هالحكي اللي عم تقولي؟ يعني أنت بدل ما توقفي معي جاي عم تزيديه علي؟ والله الخالة مرام أنا بعرفها منيح، مستحيل تساوي شي من غير ما يكون في إله سبب منطقي، وبما أنها عملت هيك فأكيد في سبب. خلوني يلا عود هون ارتاح. خلوني يلا عود. على مالك على مالك. شوي 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 تمام. ارفع راسك شوي. سطح. عمو برهان معلش ضل معه لحالي؟ طبعا البيت بيتك. شكرا لك. لك من شوي دي عم توجعني. تعرف حابب إلك بتستاهل بس مو طالع من قلبي والله. يا ريت ما نزاود على بعض لأنك مو أنظم مني. والله في فرق. إيه طبعاً أنت ما ضربت إيدك مثلي. إيه شو بتقصد؟ ليش عم تعصب علي؟ ما بقصد شي. قصدك إنه مو خرجنا نحب؟ إيه مو خرجنا شي أبداً، وإلا ما كنا وصلنا لهون. وشو رح تعمل؟ هلا أهم شي إني نام وارتاح، وبكرة الصبح يمكن أقدر فيه. هو اللي بينام بيفيق. إيه أنا اكتشفت شغلة مهمة كتير، أنا وياك الوحدة ما بتواتينا، يعني نحن تعودنا يكون اللي منحبه معنا، وإذا تركنا وراح منفكر حالنا منقدر نعيش من دونه، بس الحقيقة ما منقدر نعيش ولا دقيقة. لازم نقتنع إنه العلة فينا. نحن لو منعرف شو العلة كنا تجاوزناها، بس ما منعرف شو بدنا نعمل. لا يا سيدي أنا بعرفها، بس ما عم لاقي لها حل بنوب. تعال لك اسمع اياد، اذا بتعرف شو هي وما بتقلي شو العلة لا انت رفيقي ولا بعرفك، فهمت؟ شو العلة؟ الحب هو انه انت تستسلم لحبيبك، وهذا الشيء ما فيني اعمله. يا ترى انت بتقدر تعمله؟
فرط الصبي. شو تحسنت؟ تحسنت. شو هاي؟ هاي رسمة لفتون، كانت صغيرة بتذكر كانت لساتها بالروضة. وانت ضليت مخبيها كل هالسنين؟ معقول؟ بالعادة البنت لما بتنقي فستان من السوق بتجي بتقول لأبوها بدي هاد، بس بنتي قالت لي وقتها بابا أنا بدي هذا يلي بالرسمة. من وقتها عرفت إنه بنتي رح تكون ذكية. يا ريتك ورجيتني إياه من قبل، كنت خيطت لها مثله. كنت دايما أتخيل إنه جيب لها مثله. كل سنة أقول هالسنة هي، ومرقوا سنين، ومرة خطر لي إنه جيبه على عيد ميلادها بس ما قدرت، ويمكن هلأ ما لحق كمان يعني مشان وضعي، وهي ما تقبلتني. مرام فيك تخيطيني مثل هالفستان لأنه حابب أهدي لفتون. أبوكي شو اللي رجعه هلأ؟ ما عندك فضول تعرفي شو اللي جابه؟ اللي بعرفه أنه تركنا وراح، لهيك ما بيهمني بنوب ليش رجع. ما رح تسألي شي؟ يعني رح يروح بدون ما تفهمي منه؟ ايه لأنه مو ضروري. وبلكي هو كان عن جد ندمان؟ ايه وحتى لو كان ندمان ماني مستعدة سامحه أبدا. ايه لا اف خلصنا بقى، لسه رافع مناخيرك للسما، لك احمدي ربك أنه رجع بعد هالسنين. هالحكي إلي بتو؟ ايه طبعا إليك، مشان الله ليكي اطلعي على الناس اللي حواليكي. هاي انا مثلا. ليش انت شو اللي صاير معك دخلك؟ شو صاير؟ التافهه يلي اسمها ريما هلا سكنت ببيتنا، واخي قاعد بسببها عم يضغط علي كتير، وحبيبي يعني ما بعرف اذا لساته حبيبي اصلا، ماسك لي هالقصة انه نحنا من عالمين مختلفين وما بنزبط لبعض، وبابا ما انه واثق فيني. دخيلك على اساس غيره واثق فيني، وبكره رح بلش بالشغل الجلي، مع انه انت بتعرفي اني بحياتي ما جربت اجلي ولو كاسه. ايه وبتقلي لي شو صاير معك كمان؟ قلتك شغلات سخيفه ما انا مهمه، لازم اكون كتير مبسوطه بحياتي. ظريف ما؟ يعني شايفة هالقطرميز احتمال خلصه كله وكبه وما عارف خلص مشاكلي. إياد بهالفترة كل ما بتضايق بقعد معه كتير بيريحني. ليكي بما أنه هديتيني إياه فكري معي شوي، شو بدنا نسميه؟ شفتي؟ فتون. انت ما بيضحك سنك غير لما يحاكيكي حبيب القلب ما غيره. خلص شو هالحكي هلأ بتول؟ نحنا ما رجعنا مثل الأول، أنا وياه مجرد أصدقاء فهمتي؟ بس خدي شوفي هو طالع حلو، يا طلعي شايفة قديش كربوش؟ أنا قصدت الكلب، إياد ما دخلوا ابنه. حلو كتير ومعك حق، طالع كربوش. بس يلا أحكي بصراحة، هلأ إياد الظريف ولا الكلب تبعه؟ خلص الاثنين طالعين حلوين منيح هيك. ابني انت ليش سهران لهلا؟ فقت عطشان. أمي؟ إيه ابني قلي شو بدك؟ ليش عم تبكي؟ اشتقتي لأختي ما؟
طبعا اشتقت لها كتير. أمي؟ بابا ما فينا نخليه يعيش معنا؟ طالما رجع خليه يضل. يعني أنت حبيته لأبوك تين؟ كتير. اسألي، ما بيرضى يضل؟ ما بعرف، نسأله. يمكن إذا رجعت أختي بيقبل. أنت لا تشغل بالك بهالحكي أمي، بكرة عندك فاقة بكير على المدرسة. يلا يا عمري، يلا حبيبي، روح اشرب مي ورجعنا. حاضر، تصبحي على خير. وأنت من أهله. بالبداية أنا حابة أتشكركم لأنكم لبيتوا دعوتي وما خجلتوني. مثل ما بتعرفوا اليوم عيد ميلاد فتون، وأنا حابة أحضر لها حفلة عيد ميلاد كبيرة وخلي لها إياها مفاجأة. بدي إياها تطلع من الحالة اللي هي فيها، ولهيك أنا بحاجة لمساعدتكم. إيه طبعاً منساعدك، وكلنا جاهزين لهالشي. حلوة هالفكرة. إيه ليش لا؟ أكيد رح تنبسط فتون. طيب أنت بشو عم تفكري بالضبط؟ رح خبرها إنه في حفلة لماركة سيسا دينجر، ورح قلها إنه هي رح تكون المحور الأساسي بهاي الحفلة. وأنا جمعتكم لحتى نشوف شو ممكن نعمل كرمالها. لازم تكون حفلة مميزة مشان الكل ينبسط. وأنا جاهزة اسمع أي اقتراح بخلي هالليلة ما تنتسى بالنسبة لفتون ولكل الناس. أنا عندي فكرة، شو رأيكم بالحفلة نعمل عرض لصورها القديمة؟ قصدي مثلاً فتون من لما كانت بيبي وبعدين بالمدرسة. فكرة حلوة ما؟ ومنقول للخالة مرام تعطينا كل صورها. ايه جبتيها، فكرة بتاخد العقل وكتير حلوة، وهيك أنا متأكدة إنها رح تتفاجأ وتنبسط بالقصة. اتفقنا، وساعتها بيشتغل الرأس كمان. روك، موسيقى بتجنن، كل البنات اللي عرفتهم بحياتي بيحبوها. قصدي سكوت مروان، هالليلة تاريخية لفتون وإلنا كمان. يعني أنا ما رح أنساها بنوب، وإنت كمان مروان. غيرت رأيي بالرأس، ما حبيت هالفكرة أبداً. حياتي لا تفهميني غلط، أنا بس كنت حابب ساعدهم. يعني غليظ، أنا بصراحة في عندي اقتراح حلو كتير، بس يمكن ما يزبط وصعب شوي. شو هو؟ أحكي. في مطربة بتحبها فتون كتير، وطبعاً كلياتنا منحبها للفنانة آيدين. ما بعرف إذا أنت بتعزمية بتجي ولا لا. منجرب، أكيد بتجي، هي مانا مشكلة. بس أنا لسه عندي مشكلة أصعب من هي. مشكلة؟ شو هي؟ إياد، بصراحة أنا حكيت معه قبل ما أجي لعندكم، قال لي إنه ما رح يقدر يجي، قال في عنده شغل برات البلد وما رح يقدر يكون موجود اليوم. حاولوا بأي طريقة إنه يحضر هالحفلة. شو هالحكي؟ هو قالك ما رح يجي على عيد ميلاده؟ لا مو هيك القصة، أنا ما قلت له إنه يجي مشان عيد ميلاده أبداً. خفت فتون تفكر إنه نحن يلي ذكرناه، تقوم تكتئب أكتر، وأنا ما بدي إياها تزعل. إيه طبعاً، وما بدي أتدخل بيناتهم، بس لازم يكون في شي طريقة تانية نجيبه بدون ما نقله إنه عيد ميلاده. إيه منجيبه، خليها علينا. شكراً لأنك ما خجلتيني ولبيتي دعوتي. العفو، شو هالحكي عمو؟ اجيت لأحكي معك بخصوص مجد. في شي؟ بصراحة ماله مبسوط. بسببي أنا؟ ايه فينا نقول هيك. بس عفواً منك، أنا ما عاد شفته بنوب لمجد. كريمة لا تفهميني غلط، ما عم هاجمك لحتى تدافعي. شبكي اللي بيشوف ردة فعلك بفكر إني عم بغلط بحقك. رح قلك شو القصة بالمختصر المفيد، هو تعبان لأنه مشتالك. طيب بعتذر منك، بس أنت قلت لي إنه أنا السبب بزعله، لهيك فكرتك عم تلومني. اسمعي، ممكن يكون صار في بيناتنا شوية مشاكل، بس ما بعتقد إنه شفتي منا أي شيء مو منيح، صح؟ يوه على سلامتك عمو، شو هالحكي؟ لكان بنتي خليني فوت بالموضوع بدون لف ودوران، بدي تصالحي مجد. طبعاً إذا ما عندك أي مانع. طبعاً ما عندي مانع. بصراحة بعرف إني كتير بحبه لمجد، ويمكن حتى أكتر ما هو بيحبني، وما فيني أعيش بدونه. بس كمان كملي. بس يعني حضرتك
شفت بعينك شو صار بالفترة الأخيرة؟ ما بعرف كيف بدي لاقي حل، يعني بدي أعرف رح تتقبلوني بيناتكن ولا رح رد أتقلع مرة تانية من البيت؟ أنا متأكد إنك بنت ذكية وما رح تسمحي للخلافات العائلية تنعكس عليكي. أنا بوعدك خلص نحن ما عاد يصير مشاكل بيناتنا. شكراً كتير عمو برهان، وصدقني أنا فرحانة بهالشي. بصراحة ما بدي أنا ضل نقع عليك على طول، بس في شي تاني بدي قلك يا، وهالموضوع بهمني كتير. تعرف كره بتول لإلي، يعني صحيح أنا كان عندي أخطاء بالماضي، بس أنا دائماً عم حاول صلح حالي، وحاولت كتير إني أتقرب منها أكتر ورافقها، بس ما في فايدة بنوب، وما عندي أمل إنه تتغير معي. أنا بودي إني أتصالح مع مجد اليوم قبل بكرة، بس خايفة إذا رجعت بتول نرجع نختلف، وإذا ما رجعت يزعل مجد، وبدي ضل لوم حالي وعيش بعذاب الضمير. أنا ما بدي سبب لك أي مشاكل ولا حابة تفترقه. لا تاكلي هم هالقصة ريما، بتول بهالفترة أخدت بيت وحابة تعيش وتعتمد على حالها. أنا بدي إياك تفكري بعلاقتك مع ابني، يعني بدك تعيشي مع مجد ولا ما بدك، القرار إلك. إذا بدك باب بيتنا مفتوح لإلك بأي وقت. عن جد غمرتني بلطفك. بالمناسبة أنا كنت بدي أسألك من شان الخطبة، ما صار وقتها بنتي؟ صار لازم تحملوا هالمسؤولية. فكري، بالنهاية هذا مستقبلكم. إذا موافقة نحن المساء رح نكون بانتظارك بنتي، ورح تكون أحلى مفاجأة لمجد. إيه حياة كاشة شرب وجنبني.